السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نديروا واحد الكيكه عاديه بزاف للمبتدئين المبتدئات. مهم كتجي زوينه وسهله بزاف، فيها غير ثلاثه البيضات، من اسهل ما يكون بنادم كيديرها. يعني تقدري ديريها حتى مره في النهار، ماشي مشكل، ما فيهاش شي صعوبه. غنبداو على بركه الله. خصنا المهم كيخصنا ثلاثه البيضات، بعدا كاس ديال السنيده، كاس ديال زيت الروميه، قوطي ديال دانون ديال الياوت كما كان، خماره ونص، ماشي جوج، ما كندير جوج، خماره ونص، خماره اخرى نص فيها، واحد قشره ديال الليمون هكا، الليمون محكوك ولا الحامض ولا المهم، غير باش كاين السن كيجي زوين. غنبداو على بركه الله، ما نطولوش بزاف. بسم الله. انا استعملت هذا، المهم استعملت الطراب هذا الكهربائي عادي، تقدري ديري غير الطراب ديال عادي، ما كاينش مشكل. غنديروا القبيصه ديالنا ديال الملح باش كتخرجنا المذاق زوين، واحد القبيصه باش كتخرج المذاق، ديرها في الاول باش ما ننساهاش. بسم الله. كنبدا نطرب شويه البيض بوحدو، كنزيد الكاس ديالي ديال السنيده، كاس سهله بزاف، ما فيهاش شي تماره ولا شي. ها الكاس ديال زيت الروميه، زلافه ما عامرش بزاف ديال الفورس، يكون واخا يكون غير ماشي اللي مختص بالحلويات، يكون غير عادي ماشي مشكل، كتجي زوينه. غنديروا دابا الياغورت ديالنا، نديروا ني داك القشره ديال الليمون، نديروا الياغورت بحال هكا. الكيكه راه كلشي غادي يكون يعرف يديرها، ولكن هذه كتجي اغلبيه كيقولوا لي البنات راه ديرها ما كتطلعناش، وهاد المبتدئات راه ما كتجيناش زوينه داكشي، اصلا ما يكونش شي حاجه. صافي، كنديرو خمارة وحدة ديالنا، كنزيدو نص، غير نص هكا، مكنبغيش نكتر بزاف خميرة الكيمياء ديال بحال هكا. باش ناخذ هز، غنزيد غير بشويه باش كتجي زوينه، بجوج معالق بحال هكا، باش كتدخل الهواء بين التخليطه والتخليطه، باش كدير داك هو السر ديالها باش كتجي زوينه.
صافي غنبقى نزيد غير بشويه حتى نكمل هاد الزلافه ديالي اللي عندي هنا هكا باش ما يطيرش كاع الزيت. صافي ملي ساليت الكميه ديالي ديال الدقيق صافي الخليط بحال هكا يكون الخليط بحال هكذا ثم كتشوفوا ما خفيفش ماشي خفيف بزاف كاع جاري ماشي قاصحه وثاني كتجي ما كتجيش الكيكه ديالنا مدقصه. المهم زلافه راكم شفتوا الزلافه قداش تقريبا شي 225 غرام اللي كتهز ديك الزلافه بحال هكذا. كنشدو مول هكذا عادي كنديروا عليه كندهنوه بالزيت ونديروا عليه الدقيق باش ما كت المهم الا كان ما كيلصقش هذيك انا كنفضل واخا يكون كاع المول جديد كاع وما كيلصقش كنخاف تلصق لي ولا شي حاجه كندير الدقيق كندير الزيت فوق الدقيق ولا الزبده فوق هاد الدقيق هكا وكنسوسو هكا مزيان داك الزوائد ما كيبقاش فيه حتى شي حاجه ديال الدقيق كنكب فيه هكا الخليط ديالي. صافي هاد العمليه راه كلشي غادي يعرفها بحال هكذا. صافي وكندخلو على درجه حراره 175 غادي ندخلو انا على درجه الفرن ديال على درجه حراره 175. بالنسبه للفران الا كان الفران صافي كديريها من فوق كتخلي الفران يسخن شويه تدخل يسخن هكا يعني الفران الحديد العادي بحال ماشي طيبي الخبز كديريه من فوق ملي كديريها من فوق ملي كتنفخ كتحسي بها تنفخات وكتنقصي مزيان وكديري فيها الموس ما كيخرج العجينه لا حتى شي حاجه كتولي ترديها كتشعلي الفوق ولا تولي ترديها لتحت صافي حتى كتحمر ونخرجها. انا غادي نديرها في الفران ونطلقها بعد شويه. ها هي الكيكه ديالنا البنات انتما كتشوفوا جات على هذا الشكل هذا كتجي زوينه هكا 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 في العشيه ملي كيتلف بنادم كيجي شي حد على غفله ولا ما كتلقاي ما تحطي في كاسكروت كديرها دغيا زوينه كتجي زوينه انت كتشوفي كتجي زوينه شيشه وحمراء كيجي لونها زوين. هذه هي الطريقه الانجح يعني ما تضليش شوفوا من الطاقه غتجي ما تضليش عاد تقولي كيفاش ديري لها ولا راه سهله بزاف. كتجي زوينه وهشيشه. المهم البنات كنتمنى تعجبكم هذه الكيكه وتجربوها ولا عجباتكم ضغطوا عافاك على لايك دعموني وتابوناو في القناه ديالي وداك الجرس اللي حدا صابوني وطاو عليه باش كل ما نحطي فيديو غيجيكم نتوما تجيكم لا نوتيفيكاسيون ديال يعني غيصوني عندكم. وكنتمنى نشوفكم ان شاء الله في احسن الاحوال في فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو في راسكم وبسلامه عليكم.